تتواصل أشغال إنجاز مشروع وصال الدار البيضاء الميناء، والذي سيمكن العاصمة الاقتصادية للمملكة من الارتقاء إلى مصاف كبريات العواصم العالمية من قبل سيدني ونيويورك ولندن وأبوظبي، لكن بخصوصية مغربية تأخذ مجالات المدينة القديمة بعين الاعتبار. وينسجم هذا المشروع الكبير الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقة كل مكوناتها تمام الانسجام مع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل مدينة البيضاء قطبا ماليا بامتياز دون إغفال الجوانب الاجتماعية والثقافية. وينفذ وصال كابيتال الميناء في إطار شراكة بين الصندوق المغربي للتنمية السياحية والصناديق السيادية في عدد من دول الخليج على مساحة إجمالية تصل إلى 12 هكتار، قصد بث دينامية جديدة في المنطقة وإحداث المزيد من مناصب الشغل وتعزيز البعد السياحي للمدينة العتيقة للدار البيضاء. هكذا يعد مشروع وصال رافعة للاستثمار من الجيل الجديد، يجمع عدد من المستثمرين تتوزع حصص استثماراتهم بشكل متساوي بين الدول المستثمرة المتمثلة في الإمارات العربية المتحدة عبر شركة أعبار للاستثمار، ودولة الكويت عبر هوليدينغ صندوق الأجيال للاستثمار، ودولة قطر عبر هوليدينغ قطر إل سي، والمملكة المغربية عبر الصندوق المغربي للتنمية السياحية. تنضاف إليهم المملكة العربية السعودية عبر صندوقها السيادي صندوق الاستثمارات العامة، مما يرفع الغلاف المالي الإجمالي إلى 29 مليار درهم. ويعكس دعم كل هذه المؤسسات المالية كالبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار الاهتمام العالمي الذي يحظى به هذا المشروع من جهة، كما يعكس ثقة المستثمرين وشركاء المغرب الدوليين في جو الاستقرار والأمن بالمملكة، واعترافا بجهود المغرب في مجال الحكامة والشفافية، وكذا بمناخ الاستثمار المحفز والتسهيلات التي تمنح لرجال الأعمال من أجل نقل مشاريعهم للمغرب. ويتضمن هذا المشروع الواسع النطاق بناء مركب إقامات وفق الأشكال المعمارية لكبرى الحواضر الدولية مع احترام الخصوصيات المعمارية المغربية، إلى جانب بناء مركب مهني مندمج على غرار مراكز الأعمال الدولية الكبرى ووحدات فندقية فاخرة وفضاءات تجارية وأخرى للترفيه، فضلا عن تهيئة فضاءات خضراء. وفي الجانب الثقافي والعلمي يرتقب الانتهاء من إنجاز مدينة كبرى للعلوم ومكتبة علمية. أما بخصوص مشروع إعادة تأهيل ميناء الدار البيضاء، فقد تم تعزيز البنيات أساسا عبر إحداث ميناء جديد للصيد ومحطة بحرية جديدة إلى جانب نقل ورش بناء السفن. هكذا فإن مشروع وصال الدار البيضاء الميناء يستجيب بمختلف مكوناته للانخراط الاجتماعي الذي ينشده صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري والتقارب الاقتصادي البيئي، وهو ما يؤهله لتحويل العاصمة الاقتصادية المغربية إلى دبي أفريقيا على الأطلسي.